مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وعلى طول هنبدأ من محافظة القاهرة كالعادة ونروح على طول لشارع صلاح سالم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات متقطعة على امتداد الطريق لحد ما نوصل لتقاطع كوبري أكتوبر. هناك هنلاقي كثافات مرورية. بعد التقاطع الكوبري هنلاقي الكثافات بدأت تقل بشكل تدريجي لكنها ما اختفتش ولسه مكملة معانا لحد مستشفى العباسية. هتبدأ الكثافات تختفي عند محطة مترو الاستاد. نروح لشارع الموسكي اللي فيه سيوله مروريه في الوقت الحالي، لكن من المتوقع انها بتشهد كثافات مروريه كبيره في الساعات اللي جايه. في شارع رمسيس في اتجاه العباسيه، الشارع في الوقت الحالي كمان بيشهد كثافات مروريه لكن متقطعه، وده على فترات. الكثافات بتبدا بدايه من ميدان رمسيس وصولا لحد العباسيه ولحد شارع الخليفه المامون اللي في مصر الجديده. من القاهره تعالوا نروح على طول لمحافظه الجيزه ونبدا من شارع الهرم بدايه من المستشفى. في كثافات مروريه متقطعه ومكمله لحد الجيزه. لو طلعنا لكوبري الروضه هنلاقي هناك كثافات مروريه عاليه ومكمله لحد نفق الملك الصالح. والشارع الموازي للهرم هتعالوا نشوفه شارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبيه بتبدا من اخر شارع فيصل وواصله لحد الطوابق. عند الطوابق هنلاقي كثافات مروريه كبيره هتبدا تقل عند محطه التعاون، لكن بدايه من شارع فيصل بيشهد كثافات مروريه. في الإسماعيلية هنلاقي ان طريق رقم 6 اللي بيوصلنا لطريق احمد ابو زيد بيشهد كثافات مروريه نسبيه في الوقت الحالي. هنفضل مكملين وندخل على طول على شارع التيار اسلام عبد اللطيف، هنلاقي برضو كثافات لكنها نسبيه وغير مؤثره على حركه سير السيارات. ولو كملنا لشارع الجامعه هنلاقي هناك سيوله مروريه كبيره وواصله ومكمله لحد طريق الإسماعيلية. تعالوا نروح لمحافظة سوهاج ونبدأ على طول من محطة قطر سوهاج، واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها سيولة مرورية، لكن في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كمان كثافات لكنها نسبية، وفي كثافات نسبية تانية وبسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير.